فكل مجموعة منكم إن شاء الله راح تسوي فيلم خاص فيها، ستوري حقتك كيف ترويها بطريقة حلوة وممتعة. قام يرسم كل الأشياء اللي تدور حوله على الواجهات الجبال اللي موجودة عنده علشان يبدأ يشكل التاريخ اللي موجود عنده. هذه كانت أحد الطقوس الاجتماعية اللي تقدم في فترات ما قبل التاريخ. If you use only the brake اللي قدام البايك بيصير زي كذا. هذا الفيرست ايد مكتوب عليها 7 people 14 days. اوكي. صقر عنده قوة توازن وعنده تحمل للضغط الجوي للإذن. الآن هذا خلاص الحين نقدر نفك برقع. موقع الحجر يعتبر أهم موقع أثري في العلا. طبعا هذا الكلام صار في القرن الأول قبل الميلاد، يعني قبل 2000 سنة من وقتنا الحالي. وادي ضيق ولكن تجربة عجيبة رهيبة. لا تستخدم قوة مفرطة، اسمع كلام القايد. This is all about technique. طبعا اول ما يود الخيل اول 3 سنين يتم فيها التدريب فقط وليس الركوب. اول ما يتم الركوب نسمي الطريق هذه العسل. At the beginning of the film we wanted to show like the unique rocks and like boulders and stuff. Like the next second part was like the plants and the nature. From day 1 to day 8 I learned a lot of things from Husaak. طبعا حاب ارحب بابطالنا الشباب في مخيم العلا الشتوي. سعدنا باستضافتهم في الهيئه الملكيه لمحافظه العلا، وسعدنا ايضا باستضافتهم في محميه شرعان الطبيعيه. العلا كمنطقه تعتبر كمتحف حي فيها جميع مقومات اللي خلينا نقول نبي نعطيها للشباب، من تراث، من تاريخ، من طبيعه، من حياة برية، ومن مغامرة وجيولوجيا. البرنامج يشمل عدة نقاط، التصوير السينمائي فيها التراث عن طريق اللي هو الصيد بالصقور والخيول العربية والجمال، فيها المغامرة، انزين المغامرة عن طريق أخذهم في رحلات في المشي الحر في الوديان وفي الأماكن الطبيعية، فيها جزء كبير عن الآثار وعلم الآثار، فيها تجربة الفن التراثي اللي هو عن طريق السعف وشون تحويل السعف الى شغلات فنيه، وفي تجارب اخرى مثل تجربه مشاهده النجوم، وليس بس التجارب ليس مجرد مشاهده النجوم ولكن شرح لتاريخ واهميه النجوم للعرب. اليوم في هذا المخيم شفنا خلال 8 أيام تغيير شامل صار في الاطفال اللي معنا، فاتمنى من جميع الامهات والابهات اللي يشوفون هذا الفيديو يفكرون في هذه الامور مع اطفالهم. بعض الاشياء اللي الاطفال تعلموها being kind, stepping out of their comfort zone. Okay, and dealing with any situation. Conservation as well, protecting the environment, leaving no trace. So كثير منهم يقولوا, oh, we don't like art. بدعوا في الارت. They did pottery, they did ceramics, they did palm weaving. You know, مداخيل was not easy. طريق مرة ضيق, you're in a canyon, it's dark. في ناس شوي خافوا من الclosed spaces. They were able to explore something new and do something new. اللي يحب يسافر عندكم العلا، عندكم نيوم، عندنا you know الرياض، عندنا الجنوب، أبها، الباحة. We have so many open air museums that each and every one of us needs to visit. طبعا احنا we designed this program كامل عشان نعلم الأطفال أول شيء إنهم يتركوا جوالاتهم
يتركوا الاشياء اللي هم دائما انتراكت وذ ات. وطبعا نعلمهم عن تسلق الجبال ونعلمهم عن الحبال كيف يولعوا نار, كيف انتراكت وذ اذر بيبل, هاو تو سوشيالايز. ضمن الاشياء اللي نعلمهم انه كيف ذا نافيجيت وذ يوزينج ستارز, اللي هي ستار جيزنج, فعاليه الستار جيزنج. موجود النهارده في الكامب عشان نحفز الشباب. في حاجات كتيره جدا ممكن اتعلمها من الطبيعه. اول مره اجي العلا فمكان جميل جدا والشباب موفقين جدا في اختيار المكان ده بالتحديد. دوري هنا أكون أشارك الشباب يمكن خبرتي أو القصص أو المغامرات اللي أنا عشتها, نوفر للشباب دول تجربة يعني فريدة من نوعها ما ينسوهاش, يعني تكون حاجة يعني مهمة في حياتهم. Over the days that I've been in the camp, I've learned many new skills and I've adapted to the survival cultures and I've adapted to how to survive when I'm in the wild basically. I learned filming, editing, how to know like a poisonous snake from a non-poisonous snake. مدخيل, for instance, it taught me face my fears of claustrophobia, taught me how to climb well, it taught me many, many useful things. And I also learned how people can collaborate and come together to enjoy this experience in this beautiful nature. Nearly, there's a lot of fun places to go instead of staying home and using your devices. اتعلمت ان اعتمد على نفسي وعن النجوم والسيرفايفل سكيلز والهايكينج والسيرفايفل اند ستار جيزنج. وي اولسو ليرنت هاو تو ميك فيلم. اني اعتمد على نفسي, تعلمت يعني عن السيرفايفل. اي ليرنت ا لوت اباوت لايك اوف رود درايفنج اند سيرفايفل اند لايك وات تو دو اف يور كار جيتس ستوك. Husaak!